طابت أوقاتكم مشاهدين الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا. وإلى العناوين: اللواء بن بريك يناقش مع مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بالعاصمة عدن المعوقات التي تقف أمام عمل المؤسسة. الوكيلان بارزيغ وعشال يبحثان جملة من الاحتياجات الضرورية لكهرباء حضرموت. جلسة استماع بمديرية الشحر حول ظاهرة المخدرات وآثارها على المجتمع. أبناء حضرموت يواصلون منع مرور شاحنات النفط والبضائع والثروة السمكية لانتزاع حقوقهم المسلوبة.